أيوة. ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. ازيك؟ الحمد لله. معاك منى. منى، منى كم سنة؟ 20 سنة. 20 سنة مرتبطة يا منى؟ مخطوبة شخص عنده 28 سنة. وحاليا احنا في مشاكل كتيرة. ايه سبب المشاكل بقى؟ سبب المشاكل انه شخص عصبي جدا. اي مشكلة هو صليت لسان ممكن يتعصب يقول حاجة. يشتم يعني؟ يشتم بس ما يشتمنيش انا، ممكن يشتم الموضوع، يشتم الموقف. ولو شتمني انا ما بتبقاش شتايم بابويا او امي او اي كان، بس بيهني يعني شتايم عادية جدا، بس انا حاسة ان هي اهانة ليا. فدايما بنقف مع بعض على الموضوع ده. انت عصبي هتتعصب، بلاش تتعصب لدرجة ان انت تغلط فيا، امسك لسانك. دلوقتي مثلا شتايم عادية، بعدين ممكن ما تبقاش عادية، بعدين ممكن تبقى مد ايد، بعدين تبقى ممكن مد ايد. حصلت كذا مشكلة وسبنا بعض، وبعديها رجعنا وقلنا احنا هنكمل وهنتغير. واهلي اتدخلوا وخلاص فسخنا ورجعنا تاني نفس تقريبا هي المشاكل. والشخص ده تقريبا عارف كل حاجة عني وعن بيتي واهلي. كان في بينهم مشاكل، والدي والدتي مشاكل زي اي مشاكل في اي بيت، بس واسعة شوية وكبيرة. تقريبا هو كان عارف كل الديتيلز يعني عني. دلوقتي احنا حصلت اخر مشكلة، وهو عموما مش بيقبل مني انا اي كلام. يعني هو شخص بيقف عند كل حاجة. لا ما ينفعش تقول لي كده، عيب، انا ببني معاكي بيت. طب اوكي، وانت لما تيجي تقول لي كلمة حتى لو انت شايفها صغيرة، ليه عايزني انا اقلها منك؟ طب ايه اللي انت قلتيه له اللي قالك عليه عيب؟ ايه اللي انت قلتيه له وقالك عليه عيب؟ لا كلام تافه جدا، يعني كلمة زي كلمة انت رخم. لا ما ينفعش اقولي كده. دارد. طب ما انت ممكن تكون بتقولهولي وانا بقوله بهزار. لا ما انت لو خدتي على الهزار هتاخدي على الجد، وممكن تهزقيني في وسط الناس. طيب اوكي تمام، فابتديت ان انا اخد بالي من كلامي. عايز اقول لك حاجه، كلمه حق مش حلو ابدا ان الست تشتم خطيبها او جوزها. ولا انت رخم، ولا انت بارد، ولا انت هبل، ولا انت عبيط، ولا انت يعني انت غبي. الكلام ده حتى لو اتقال ما بيبقاش حلو خالص، بيقلل من قيمه الراجل، حتى يقلل من قيمته في عينيكي. ايوه فاهمه حضرتك جدا، انا بتكلم في العادي يعني، حتى الهزار ما بيننا ممكن يبقى في سياق. لا ممكن مثلا يعني انت غلس، عارفه بتتقال كده بطريقه، انما مش انت رخم. هو شخص دي كده حاجات يعني، قولي غلس ما تقوليليش رخم. طب الاثنين معنا واحد. لا لا لا، ما احنا غلس ارحم شويه من رخم. يعني حضرتك انا ممكن اقول لك ان هو بيتضايق من كلمه يا ابني. طبعا، لان هو حاسس ان يعني من اصغر منه بثمان سنين وبتقول له يا ابني، يعني بتصغره. يا ابني بتنرفزه من اي حد في الدنيا، ما بيحبش حد يقول له يا ابني. هو طبعا هو صعب. المهم ان دلوقتي انا خوفي ده شخص شاف عني، شاف في عيلتي كل المشاكل. هل مثلا عايزني اهلي دلوقتي كلهم بلاش بلاش انت رايحه في سكه مش حلوه، ده بيقول لك دلوقتي مثلا انت ما تتكلميش كل حاجه في اي مشكله. يا كده يا ما تلزميش، وكل واحد يروح لحاله وحاجتي تكون عندي. فأي مشكلة هو بيقولها كتهديد، بس هو من جواه مش عايز يعمل كده. فأنا كلمت كذا مرة في النقطة دي، ده بلاش تقولهولي. أنا ممكن عدي مرة أقول أنت متعصب متضايق، بس هاجي في مرة وهعمل كده وهبعت لك حاجتك وهقول لك خلاص خلصنا. أنت بتحبيه؟ انا بحبه وتعلقت بيه جدا في الظروف اللي انا فيها والمشاكل، وكنت حاسه فتره كبيره ان انا لوحدي. انت تعلقتي بيه علشان هو الملاذ والمنفذ بعد مشاكل باباكي ومامتك؟ مش كده بس، وكمان وقف معايا في حاجات كتير، حسيته فعلا سند ليا وحد انا بتسند عليه. هو شخص فيه مميزات كتير، بس فيه عيوب ممكن تبوظ المميزات دي. انا دلوقتي في حيره تقريبا، واخده مده ان انا افكر بعد ما قعدت مع اهلي.
وحصلت مشكلة وكان قال لي بعتي الحاجة وخلاص خلصنا والمشكلة كده كفاية لحد كده، وكان سبب تافه جدا يعني. قال لي اتعصبنا وتشدينا، قال لي غوري الزاهية، قلت له داهية تشيلك، وقمت قافلة في وش السكة. كنت أول مرة أرد عليه رد كده، أنا على طول ما بردش وبسكت، بس أنت ضغطتني وأنا أصلا مضغوطة. ولما رديتي عليه رد كده كان رد فعله إيه؟ اتكلم بكل هدوء، أنا بحبك بس مش هينفع نكمل الموضوع، وصل بينا إن أنت تقولي داهية تشيلك وأقفل السكة. طب ما هو الموضوع وصل إنك تقولي غوري في داهية. لا هو بالنسبة له الراجل ممكن يقول حاجة انت تعديها، لكن الست ما تقولش انا ما شفتش اهلي. هو عنده بيته، مش عايزة اقول قديم، بس ما شافش مامته، حتى لو بابا بيقول كذا كذا مامته ما بتردش بتسكت. فهو عايز يبقى انا كوبي بيست من اهله. لا ما فيش حاجة اسمها كده. بص يا بنت الناس، تعالي نحط في دماغنا حاجة مهمة جدا في اي علاقة، اي علاقة انسانية، بينك وبين خطيبك، بينك وبين جوزك، بينك وبين صاحبتك، بينك وبين زميلتك في الشغل، بينك وبين زميلتك في المدرسة، في الكلية، في اي مكان. مبدأ العدالة، عارفة اللي هي العدالة؟ يعني ايه العدالة؟ ان في عدل في التعامل، لان انتوا الاتنين زي ما بيقولوا كده بالانجليزي ايفن، زي بعض. هو لا يتميز عنك بشيء وانت لا تتميزي عنه بشيء. هو راجل البيت، هيبقى له حكمه في قرارات معينة، هو اللي بيقود دفة البيت زي ما بيقولوا القبطان يعني بتاع البيت، وهو خلافه كل الكلام ده جميل. انما هو مش اني معزة جايبها في البيت ومقعدها عنده في البيت، بيأكلها ورابطها على السطوح، ووقت ما يحب ايه يطلع يلعب معاها شوية ويأكلها خلاص. لا دي بني أدمة زيها زيه، فما فيش حاجة اسمها أنا أقول لك غوري في داهية وأنت تقولي داهية تشيلك. الموضوع ده من الطرفين أسلوب سيء جدا، غير مهذب منكم انتوا الاتنين، ووصلتوا له لأن هو اللي بدأ بالكلام اللي مش كويس. أنا ضد طبعا إنك تردي، إنما كان من البداية من أول موقف لازم تقفي وتقولي له أنا أسفة جدا، وباباك يكلمه ويقول له يا ابني هبعت لك حاجتك، أنا بنتي ما تتشتمش. مفيش حاجة اسمها كده، مفيش. أصل هو عصبي قوي مش عارف أعمل إيه، عصبي قوي يبطل عصبيته ويقعد جنب الست والدته. بنات الناس مش لعبة، ومش بناخدهم علشان نهنهم أبدا، ده احنا بناخدهم عشان نصونهم ونعززهم ونشيلهم على رأسنا من فوق. الزواج، الجواز، العلاقة دي علاقة مزدوجة، شراكة ما بين شخصين، حتى احنا بنقول كده في المطلق دايما شريكة حياتي، ما هياش يعني انت فاهمة، مش هنزود اكتر من كده. لو عشنا في حدوتة تتلقحي اتنيلي غوري في داهية بتاع، كل مرة بتوافقيه على كده بترخصي في نظره، خلاص بقت واحدة بتتلقح غوري في داهية بقى اسكتي انت ايش فاهمك انت وبتاع والطريقة دي. انما الراجل لما بيفضل طول عمره عامل حسابه وعامل حساب الف حساب لمراته انه ما يجرحهاش، ما يقولهاش كلمة بايخة عشان الموضوع ممكن يقلب بجد، هنا بيفضل شايلها طول عمره في عينيه وعلى راسه. هزره، اضحكه، قوله كل حاجة بس من غير اهانة.